رجعنا لكم بعد الفاصل. افكركم للناس اللي لسه فاتحه التلفزيون شايفانا، عملنا فراخ فراخ مشويه مش مفرومه، مشويه في الفرن بالتتبيله الحاره، ودلوقتي هنبتدي نعمل الشيش طاووق. بس الشيش طاووق النهارده هنعمله بتتبيله خاصه شويه. على فكره الاسبوع ده نفكر الناس ان هو خاص بوصفات الفراخ في اطار حمله مقاطعه اللحمه. النهارده هنعمل الشيش طاووق، بس انا هستخدم فيه نكهات هي مش شبيهة بالبرياني، بس هو هيبقى زي الفراخ الهندي المشوية. مش هستخدم فيه بهارات هندي عشان ما تروحوش بعيد وتفتكروا ان فيه بهارات كتير، لا، بس هستخدم نفس تقنية النقع في الزبادي. اول حاجة انا هنا هحتاج زبادي عشان احضر الخلطة بتاعة الفراخ او الشيش طاووق. عندي زبادي، بس خلونا ناخد كل حاجة من الزبادي عشان محتاجينها. كل حاجة كده اهو، عندي زبادي، وعندي حوالي نص كوباية من الكريمة. انا عايزة الكريمة دي تساعدني جدا في التتبيلة، يعني الكريمة الميزة بتاعتها في التتبيل ان هي بتبقى زي اللبن الرايب، بيدوا يعني بيساهموا في طراوة اللحم لما قبل ما يدخل للفرن او قبل ما يتشوي عامة، لانه فيها نسبة حموضة. فالنسبة دي، وعلى فكرة انتوا ممكن حتى تحطوا الساور كريم او الكريمة الحامضة، ولو مش موجودة الساور كريم ممكن تعملوها في البيت. احنا اتكلمنا قبل كده انه الساور كريم عبارة عن كريمة الخفق، ممكن تضيفوا لها نص ليمونة وتخفقوها مدة دقيقتين هتتحول لساور كريم. فده كله بيساعد، ولو ما فيش قلنا كريمة ممكن تعملوا اللبن الرايب برضو بيدي طعم حلو قوي للتتبيلة دي. هخلط المكونين دول مع بعض وابتدي اضيف الحاجات التانية. اللي خدته من التتبيلة الهندي الزبادي، خدت منها كمان الجنزبيل المفروم الفريش، ما استخدمتش الباودر لانه عايزاه يديني نكهة حلوة. واستخدمت كمان التوم المفروم، يعني حوالي معلقة صغيرة مليانة. هستخدم كمان النعناع الناشف، وده برضو من التتبيلات الهندي بالشكل ده. ايه اللي انا هحتاجه كمان؟ هحتاج شوية عصير الليمون، انه عايزة عنصر مساعد غير الكريمة يطريلي اللحم بتاع الشيش طاووق، انه الشيش طاووق ممكن انتوا تشوه على الجريل على النار، ممكن يدخل للفرن، لكن كل ست بيت مش يعني مش الناس كلها عندها جريل حلوة متينة على النار، ممكن نستخدم الفرن بكل سهولة. بعد ما بضيف كل ده ببتدي اضيف بشر الليمون. عندي بشر ليمونة محترمة، سواء كانت أدليا أو الليمون الصغير، المهم حاجة مزة في الموضوع. عندي شوية جوز الطيب، وعندي كمان فلفل وملح. يعني ده لو تلاحظوا مش هيبقى شيش طاووق لونه أصفر، ده هيبقى شيش طاووق لونه أبيض لأنه يغلب عليه الزبادي، وده حاجة مشتركة ما بين المطبخ الإيراني والمطبخ الهندي، لأنه الإيرانيين كمان معروفين جدا بشيش طاووق الزبادي، بيبقى طعمه حلو قوي 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 قوي. وعندي فلفل أسود، احنا عملنا كتير قبل كده وصفات من المطبخ الايراني، وكان لو تفتكروا كان في عندنا نوع من انواع الكباب اسمه كباب كوبيدا، ده كان مشهور جدا في المطبخ الايراني. وان شاء الله على مدار الايام هجيب لكم وصفات مشاوي كتير قوي من المطبخ الايراني، لان هم ناس مشهورين جدا بالمشاوي عامه. فالتتبيله بتاعت الشيش طاووق ده بيبقى قوامها في الاخر، يعني بتبقى زي سلطه الزبادي بالظبط اللي بالنعناع الناشف والخيار، بس دي ما فيهاش خيار. وعندي هنا تقريبا حوالي 3 صدور فراخ. انا المكونات اللي حطاها على الموقع بتمشي مع 4 اشخاص مش كتير، لانه 3 صدور فراخ 4 بالكتير في التتبيلة، هنزل بيهم في تتبيلة الزبادي. والمفروض او الطبيعي بتاع الشيش طاووق ان احنا نسيبه في التتبيلة اقل حاجة ساعتين 3 ساعات، طبعا لو سبناه ليلة كاملة يبقى احنا بناخد منتج هايل في الاخر، بناخد شيش طاووق يضرب اجدع شيش طاووق برا. فدي هنسيبها مدة 3 ساعات.
بعد ما الثلاث ساعات بيعدوا، التتبيله او الشيش طاووق بيكون خد كفايته جدا من التتبيله، وزي ما قلت كل ما سبناه فتره طويله كل ما كان احلى. الشيش طاووق اللي بالزبادي عكس الشيش طاووق العادي، الشيش طاووق العادي ممكن نطعمه بشويه خضار فلفل لانه بيمشي مع التتبيله المحبشه بتاعته، لكن الشيش طاووق اللي بالزبادي شويه بيبقى نكهه الزبادي دي باينه فيه، فما بيمشيش الا مع الخضار السوتيه اللي بتتقدم معاه، لكن لو دخلنا معاه خضار تتشوي في الفرن ما بيبقاش، يعني الخضار بتاخد من الزبادي وبتتحرق بسرعه، لانه ما تنسوش ان الزبادي بيحمر، فعشان خاطر يعني الشيش طاووق يتشوي الزبادي بياخد معاه وقت، لانه اللحمه بتاخد وقتها عشان تطرى، لكن الخضار بتتحرق بالزبادي، غير انه نكهتها ما بتمشيش قوي معاه. فانا عندي هنا الزبادي والشيش طاووق هحطه هنا على جنب، وهبتدي اشتغل او احط شويه زيت، هحاول اشتغل بالايد اللي ما فيهاش زبادي. شفتوا بقى عيب الجوانتي في المطبخ، خلي الحاجه كده كانك روبو، مش حاسه، يعني لا الحاجه حاسه بيكي ولا انت حاسه بيها. فهدهن هنا زي ما قلت، انا همشي النهارده في سكه بيت ست البيت التقليديه اللي ما عندهاش شوايه في المطبخ، ودي هحطه بالشكل ده. ممكن تعملوا حاجه كويسه قوي لو عندكم شبكه تحطوه عليها، وبعدين صينيه مقعره من تحت بحيث انها تاخد السوائل اللي بتنزل منه، بس انا سالكه السكه اللي هي عند كل ست بيت، يعني مش كل الناس عندها شبكه والحاجات دي. وقلنا قبل كده في المندي انه اللي بيعوض الشبكه في الحاجات اللي زي الرز هي الفويل اللي متخرم بالشوك. انا طبعا مجرد تذكير، لانه بقول انه التكرار، يعني في التكرار افاده وفي الاعاده استفاده، مش عارفه اذا كان المثل كده ولا لا، بس اهو كده. فهنخلينا ماشيين كده في الشيش طاووق، وانا اوريدي بالتتبيله دي حاسه انه الشيش طاووق يعني بقى طري قوي، يعني بقى قوامه حلو جدا. ممكن نعمل حاجه كمان لطيفه جدا واحنا بنشوي الشيش طاووق، انه فعلا هيفضل عندنا شويه من التتبيله دي، ممكن ندهن بيها باستخدام فرشه خلال عمليه الشوي بتاع الشيش طاووق، وده في الحاله لو كنا بنشويه على الشوايه او على الفحم. دي كلها تريكات صغيره بتساهم ان انتي تعملي شيش طاووق حلو قوي في الاخر. وطبعا ما انساش اقول لكم انه الشيش طاووق اللي احنا بنعمله في البوتاجاز او على الفرن او في الفرن ده ممكن نضيف له نكهه الفحم عشان ما يبقاش حد احسن من حد، بان احنا نسخن فحمايه على النار ونخليها لحد ما تحمر، وبعدين لما يستوي الشيش طاووق نحطها كده في جزء من الصينيه بشويه فويل، ونرش عليها سمنه او زيت، ونكبس بالفويل كويس جدا الصينيه، كده الشيش طاووق بتاعنا بياخد نكهه الفحم. ما فيش حد احسن من حد، نبقى احنا كمان كبابجيه محترمين. كده انا ماشيه كويس، انا طبعا عامله صينيه صغيره، بس انتوا اعملوا المكونات على حسب افراد الاسره. ونسيت اقول انه الشيش طاووق يستحسن ما نستخدمش الصدر بس، ممكن نطعم كمان بالوراك، بتدي يعني رونق وطعامه للشيش طاووق بتاعنا. انا كده تمام، وهدخله اشويه على درجة حرارة 180، بس الشيش طاووق احنا بنولع له تحت وفوق، يعني بنحط الرف في النص بحيث ان نفس المسافة اللي ما بين الشواية ونفس المسافة اللي ما بين قاع الفرن، وبندخل الشيش طاووق ونولع فوق ونولع تحت، ونحسب حوالي 15 ل 20 دقيقة، نروح قلبين تاني الشيش طاووق للناحية التانية بحيث ان هو يتشوي من المنطقتين. فانا هدخله الفرن واشوف اخبار الفراخ ايه. الفراخ بتاعتنا جهزت اهي زي ما انتم شايفين، ده شكلها النهائي. ممكن تزينوها زي ما انتم عايزين، انا بحب اقدمها على خشبة قديمة واحط عليها شوية ورق الليمون، ممكن كمان احط معاها الفلفل الملون عشان تبان ان هي فراخ حراقة ومشطشطة. وده كمان الشيش طاووق بتاعنا اهو جهز، شفتوا بيتشوي ما بيتغيرش لونه كتير قوي، فبيبقى لون الزبادي ده محافظ عليه. ممكن نقدمه بالشكل ده،
وطبعا نحضر معاه شويه خضار سوتي زي ما انا عامله هنا، نقدمها معاه وبالهنا والشفا. ودي كانت وصفاتنا النهارده. عملنا مع بعض الفراخ بالخلطه الحراقه المشويه في الفرن، ودي فراخ بتبقى جميله جدا وتغيير عن الفراخ المشويه اللي احنا عارفينها. وعملنا كمان الشيش طاووق بنكهه الزبادي او بالزبادي والنعناع، وده قلنا ان هو مقتبس من المطبخ الهندي والمطبخ الايراني. اتمنى ان الحلقه تكون عجبتكم. شوفوا الحلقه الجايه في وصفات لسه ولسه عن الفراخ، او اسبوع كامل عن الدجاج. يا رب تكون الحلقه عجبتكم.